طيب زي ما قلنا باللكشر اللي قبله، لان انقطع عندي البث، فعندنا الكوليسترول مولكيول، يقول الكوليسترول مولكيول از ستيرويد اسينشال فور لايف، وان اللي يغطي النيرون اللاير الخارجي اللي يغطي النيرون اللي اسمه ميلانيتد شيت موجود فيه كوليسترول كثير، عشان كذا هو شغلته كذا كويسه. طيب وعلى قلت هذه في الفيديو اللي قبله اللي هو حق الكيتون بوديز، شو اسمه، قلنا ان ال HDL التوتال كوليسترول هو ال HDL وال LDL وتراي جليسرايد. طيب ونعرف ان كل ما زاد ال LDL معناته مش كويس، وال HDL اذا زاد معناته الله ياخذكم معناته كويس، قصدي جيراني. هو ال HDL وال HDL ليش كويس؟ لأنه ينقل الكوليسترول من التشيو للليفر عشان يحوله لإيش؟ secreted in the bile duct، البايل اللي هي عصارة صفراء، والبايل هذه وظيفتها إنها تحلل لي الفات. طيب وعرفنا المعادلة هذه، إن نجمع التوتال ونقسمه على ال HDL، إذا زاد عن 7 معناته warning that you may suffer from cardiac risk. طيب الميتابوليزم اوف ذا كوليسترول منين يجينا؟ الدايت ريسورس حقته اللي هو المخ، مخ الخروف، ما ادري عاد انتم تاكلونه ولا لا، الكبده المقلقل، والكدني، والريد ميتس، والايج يولك اللي هو صفار البيض، الريتش ان كوليسترول، البايوسينثيسيس. هذا كيف يتصنع؟ يتصنع في الاول نيوكليتد سيلز، السل اللي عندها نيوكليوس capable for forming ايش؟ كوليسترول. والبلازما كوليسترول is formed mainly in the liver، يتم انتاجه في الليفر. طيب هذا والله ما طلعت فيها، لكني عرفت الانزيم هذا انه مهم، هو مكتوب تحت هنا يقول لك ان the regulation of the cholesterol synthesis ان ال HMG CoA reductase غير عن ال HMG CO ايش؟ سينثيسيز، هذاك حق الكيتون بودي وهذا حق الكوليسترول، فهو الكي انزيم فور ايش؟ كوليسترول سينثيسيس، هذاك حق ايش؟ اللي هو سينثيسيز حق ايش؟ حق الكيتون بوديز. والفانكشن للكوليسترول نركز على اهم نقطه، انه كوليسترول فورمينج ايش؟ اللايبوبروتين، هذا بالنسبه لي طبعا، لان بعدين راح اتكلم عنها لاني بشرحها فما ابغى اعيدها. السينثيسيس اوف ذا ستيرويد هرمون، مو قصة ما ابغى اشرحها، لا والله عشان ما تتفاجئ بالمعلومة، لان بعدين يقول لك انك كذا كذا وكذا، فانت لازم تعرفها من هنا. السينثيسيس اوف ذا ستيرويد هرمون برضه يصنع لي الهرمون ستيرويد هرمون اللي هي اندروجستيرون والاندروجين والاستروجين والبروجستيرون والايش؟ كورتيكويد. سينثيسيس للفيتامين دي والايش؟ والبايل اسيد. طيب نروح للكوليسترول. طيب هنا راح نتكلم عن ايش؟ عن الكوليسترول، امبورتنسي حقة الكوليسترول. طيب هنا باللكشر اللي قبله يقول لك ايش سواه السلايد اللي توي طلعت منها. طيب البايل سولت هذا ايش وظيفته؟ بلاي اكروشير رول ان هيباتيك بايلاري اند انتنستل هيموستاسيس، يسوي توازن في ايش؟ يسوي توازن، هذه وظيفته انه يسوي توازن في الايش؟ في الهيباتيك بايل والانتستينال هيموستاسيس اند دايجستشن. ليش؟ لان الليفر سينثسايز برايمري بايل سولت فروم ذا كوليسترول. طيب فاحنا نصنع البايل سولت من الايش؟ من الكوليسترول. طيب ذا سوليبلايزيشن اوف ذا دايتري ليبيد، وظيفتهم ايش؟ وظيفة البايل سولت انه the solubilization of the dietary lipid يخليه لزج، تمام، and fat soluble nutrients. طيب the key digesting function of the bile salt، هي وظيفته عشان ايش؟ يذوب لي الدهون زي ما قلت لكم. طيب البلازما كوليسترول، الكوليسترول present in the plasma اما يكون free cholesterol او ester استرفايد، او اللي هو كوليسترول كوليسترول ايستر. طيب
طيب لو تلاحظون ان هذا الباد كوليسترول او الباد ال دي ال، طيب وهذا ال اتش دي ال الجود. ليش جود؟ لانه كذا شكله مثل الصحن، يمشي ويشيل الكوليسترول، طيب يمشي ويشيل الكوليسترول برا ياخذه معه يعني. طيب فالتوتال بلازما كوليسترول الطبيعي الممتاز الكوليسترول اللي عندنا من 140 ل 220 ملي جرام بير دي ال. طيب والفري بلازما كوليسترول لازم كم يكون من 26 ل 126، كذا احنا حلوين ماشيين بالسليم. غير كذا راح يصير عندي اما هايبر كلوسيريميا او ايش هايبو كلوسوريميا. طيب فنجي للهايبر كلوسوريميا، ايش معناها؟ معناتها انها ارتفع فوق ال 100 او 220، increase the plasma cholesterol concentration above ال 220. طيب مين يسبب لي هذا؟ اول شيء الدايت، اذا كان الدايت حقك rich in carbohydrate and cholesterol and saturated fatty acid فراح يصير عندك هايبر، شوف التقسيمه هايبر كوليسترول ايميا. طيب او عندي هايبر ثايرويدزم. طيب وش دخل هايبر ثايرويدزم بالهذا؟ الثايرويد مو طلع لي ثايروكسين. طيب الثايروكسين وظيفته ايش؟ وظيفته انه ستيميليت ثايروكسين ستيميليت ذا كونفرجن، يحفز تحويل الكوليسترول البايل اسيد. طيب مو احنا قلنا البايل يتصنع من الكوليسترول فهو يسوي ستيميليشن للكونفرجن هذا، تمام. طيب يصير عندي هايبوثايرويدزم، معناته انها ما راح تنتج لي الثايروكسين، معناته ما يصير عندي ستيميليشن للكونفرشن اوف ذا كوليسترول تو بايل اسيد. والدايبيتس ميليتس والاوبيزيتي، دايبيتس ميليتس حبايبي والله. طيب او يصير عندي هايبر كوليستروليميا، اذا صار عندي هايبر كوليستروليميا معناتها ديكريز بيلو ذا 140 فيصير عندي تحت ال 140. ايش السبب؟ طيب السبب انه برولونج فاستنج. طيب برولونج فاستنج ايش يسبب لي؟ يسبب لي ديكريز للاكتيفيتي اوف ذا اتش ام جي كو رادكتيز، مو هذا الانزيم هو قلنا لكم اللي يصنع لي كوليسترول. طيب هو طول ما اشتغل، تمام، وصير عندك برولونج فاستنج، فهو طول ما اشتغل فخلاص ما راح يصير اكتف او ما راح يشتغل 100%، زي الماكينة لما تصدي طولت وهي ما اشتغلت ترجع تشتغل ثاني. حلوين والله. طيب اود فهو هايبو، نركز انه هايبو، فيصير عندي ما يصير عندي اساسا شيء، فاحنا نحتاج الكوليسترول يتصنع فهذا يصير ان اكتف. او الدايت بور ان فاتي اسيد والكربوهيدرات والكوليسترول عكس هذاك، عندنا زيادة هنا لا والله عندنا نقص. طيب ونروح لاخر نقطة، بس عشان هذه نقطة كذا يبغى لها تكتكة، الهايبر ثايرويدزم تشتغل عندنا الهايبر ثايرويدزم، فإذا اشتغل عندنا يصير عندنا زيادة تايروكسين، فإذا صار عندنا زيادة تايروكسين في انكريز ستيميليشن للكونفرجن اوف كوليسترول تو ايش بايل سولت، فيصير ما عندنا كوليسترول ما عندنا شيء فاحنا راح نموت من الجوع. طيب اخر شيء الليفر ديزيز، مو قلنا الليفر هي اهم حاجة عندنا بالحياة، هي اهم مكان بالحياة. طيب فالليفر is the site where the most plasma cholesterol is synthesized، هي اللي تصنع لي الكوليسترول في البلازما بلاد. طيب نجي لنقطة ثانية اللي هي فاتي ليفر، ليش يصير عندنا فاتي ليفر؟ طيب في مقطع هنا شوفوا يعني خمس دقائق يمكن يفيدكم. طيب الفاتي ليفر عبارة عن ايش؟ accumulation of ايش abnormal amount of fat in the liver for long time، الوقت طويل، with sequences conversion of the liver cells، يسوي ضغط، زيادة الفات هذه تضغط خلايا الليفر، وthis result in ايش in liver fibrosis. روحوا ذاكروا باثولوجيا شطار، روحوا عشان تعرفون ايش الليفر fibrosis and impaired of the liver function، يهبط لي وظيفة الليفر. طيب ايش الاسباب؟ اما عندنا over mobilization high carbohydrate diet او under mobilization. طيب ايش يعني over mobilization؟
تحت راح نتكلم عن نقطة نقطة بس بتفلسف هنا شوي بعدين نروح هناك. طيب الاوفر موبلايزيشن يعني ان ننقل الفات from the extra hepatic tissue لوين؟ للليفر، ندخله من برا التيشو اللي برا اللي هو اي مكان خارج الجسم خارج الليفر وندخله داخل الليفر، تمام؟ في اكسترا او انكريز ذا، انا كتبت كذا من راسي، انكريز ذا ترانسبورت اوف ذا فات فروم ذا اكسترا هيباتيك تيشو تو ذا ايش؟ تو ذا ليفر. ايش يعني؟ احنا بالعاده مثلا الليفر عندنا تدخل 200 مولكيول للليفر، تمام؟ من الاكسترا هيباتيك للليفر تدخلهم وتسوي لهم يوتلايزنج وتصنع وتشتغل شغلها، تمام 100%، احنا حلوين. اليوم دخل 1000، والله دخل 1000 شطحه كذا، ايش يصير عندي؟ يصير عندي فاتي ليفر، لان دخل عندي 1000 مولكيول في كوليسترول، هو بالعاده 100 200 هذا الرينج حقها، او هاي كربوهيدرات عاد ما يحتاج اقول لكم ايش هاي كربو، او اندر موبلايزيشن اوف ذا فات فروم ذا ليفر تو ذا بلازما. احنا قلنا يدخل زياده، هنا لا يدخل بس ما يطلع، الاندر موبلايزنج يدخل بس ما يقول والله ما طلع كذا. فهو الاندر موبلايزنج موبلايزيشن اوف ذا فات فروم ذا ليفر تو ذا بلازما، ما يطلع برا، هذا المقصد فيها. طيب اول شيء الاوفر موبلايزيشن اوف ذا فات فروم ذا اكسترا هيباتيك تيشو تو ذا ليفر اللي سببها افتر هاي فاتي دايت، لما تكون والله انت ضاربها مفاتيح 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 برجر مفاتيح مفاتيح برجر مفاتيح مفاتيح، فهذا النتيجه راح يصير لك عندك فاتي ليفر، او يصير عندك اكسسيف لايبولايسيس دو تو ذا لو كربوهيدرات ستارفيشن اند ايش دايابيتس ميليتس، والله انت ما تاكل ايش اسمه، يصير عندك تكسير للشحوم تكسير للشحوم تكسير للشحوم، الشحوم هذه وين تروح؟ مين اللي يشتغل عليها؟ الوحيد اللي يشتغل عليها الليفر، فانت جالس تظلمها كذا، فتروح تدخل داخل الليفر فتسبب لي ايش؟ فاتي ليفر. هذا ايش؟ الاوفر موبلايزنج، اما يصير عندي اكسسيف لايبولايسيس او عندي ايش؟ افتر هاي فاتي دايت. طيب بعدين نجي للهاي كربوهيدرات، اكيد مو احنا ناكل فالهاي كربوهيدرات دايت، الليفر از ذا فيرست ساتوريتد وذ ذا جلايكوجين، مو هي اللي تسبب اساسا، هي اللي تصنع الجلايكوجين. طيب امنا بالله سوينا ايش؟ جلايكوجين، انت اكلت زياده خربتها طال عمرك، فايش يصير الفترات؟ طبعا فور لونج تايم اني فاردر اماونت اوف كربوهيدرات ويل بي كونفرتد ان تراي اسايكلسترول، والتراي اسايكلسترول هو اللاست برودكت اوف ذا ليبيد، فيصير عندك ايش؟ فاتي ليفر، لانه صار عندك كثير كربوهيدرات فصار عندك فاتي ليفر، فصار عندك ايش؟ فاتي ليفر. مش عندي قلت فاتي ليفر 14 مره. طيب الله نخلص. اندر موبلايزنج ما يتحرك برا الليفر، انا كتبت كذا شطحه من عندي، ما يتحرك برا الليفر. طيب فهي اندر موبلايزنج اوف ذا فات فروم ذا ليفر تو ذا بلازما، ما يطلع برا. ايش السبب؟ This is due to the deficiency of the factors essential for plasma lipoprotein formation. طيب حنا يا يكون ما عندنا لايبوبروتين، اللايبوبروتين هذا ايش وظيفته؟ هو زي ما قلت لكم يمسك شو اسمه، يمسك الليبد، هو اسمه لايبوبروتين، فهو بروتين عباره عن يمسك بالليبد ويدخله داخل البلازما، لان الليبد لو دخل الحاله تصير مصيبه، فهو يجي يمسك معيده يقول انا الواسطه حقته ويمشي، تمام؟ طيب فهذا ليش يصير؟ دو تو ذا ديفينشي اوف ذا فاكتورز اسينشال فور لايبوبروتين فورميشن، فعندنا اشياء تصنع الايش؟ اللايبوبروتين. مين هي اللي تصنعها؟ اول شيء these factors are اول شيء decrease the synthesis of apobrotein، apobrotein اذا ما جاب معناته البروتين ما يجي. طيب decrease the synthesis of the ايش؟ the apobrotein. طيب او ابو لايبوبروتين. طيب اذا ما في ابو لايبوبروتين معناته ما عندي لايبوبروتين، نقطه اخر السطر. failure of the formation of the phospholipid، اذا ما عندي فوسفوليبيد معناته ما عندي لايبوبروتين، نقطه اخر السطر. failure، طيب لما نصنعهم تجي الملعنه زياده، ما يصير في سكريشن. شوفوا القهر بالموضوع، ان failure of secretion of the lipoprotein from the liver to the plasma، تمام؟ فيتصنع لكن ما يطلع، هنا يتصنع لكن يصير في failure في تصنيع هذول الاثنين، فما ما في هذا، انا كاتب هذا وهذا يصنعون هذا. طيب ليفر بويزنس،
صار عندك تسمم بالليفر، مين يسببهم؟ از الكربون تترا كلورايد كلورو فور ليد تو ذا ايش، والله عاد صراحة صراحة ما ادري ايش معناتها هذه، ارسين ارسينك. طيب ما يمديني اترجمها الحين. طيب اخر شيء عنده الكحوليزم، ناس شريبة الكحول ايش راح يصير عندهم؟ يسوون انهبت للفات اسيد ايش اوكسيديشن، فاذا صار ما عندي فات اسيد اوكسيديشن فيصير عندي ليد تو اكيوميليشن اوف ذا فات ان ذا ليفر. اللي يشربون الكحول، الكحول فيها ايثانول ستيموليت ذا لايبوجينيسيس انهبت ذا فاتي اسيد اوكسيديشن ذس ليد تو ايش اكيوميليشن اوف فات ان ذا ليفر. صلى الله وسلم وبارك. This was طلع سعد from سودة دلغد جروب. Thank you very much. I hope you enjoy this show.